الانسحاب المالي من مجموعة الدول الخمس بالساحل غير مبرر وستكون له تأثيرات كبيرة. هذا ما جاء في أول تعليق رسمي لموريتانيا على الخطوة المالية المفاجئة، مع مخاوف بأن ينسف هذا القرار كل المقاربات الأمنية والاقتصادية التي وضعتها الدول الأعضاء في المجموعة. تقييم موريتانيا بعد أن اختلاف آراء وتباين آراء من تسيير جهاز من أجهزة الجي 5 ساحل حتى إلى عاد كاع قمة الرؤساء تباين الآراء فيه، ما هو مبرر لتعليق دولة من الدول لمشاركة فيه وانسحابها منه. هذا هو اللي الحاصل من موقف موريتانيا في المرحلة. موريتانيا التي تحتضن مقر المجموعة الإقليمية بعثت فجر اليوم الجمعة بوزير خارجيتها محمد سالم المرزوق إلى العاصمة المالية باماكو في مهمة لإنقاذ مجموعة دول الساحل الخمس، حيث سيلتقي مسؤولين في الحكومة الانتقالية التي أعلنت سحب عضوية مالي من جميع هيئات المجموعة. إعلان الحكومة المالية لانسحاب مجموعة دول الساحل الخمس لا شك ستكون له تداعيات كبيرة على المنطقة، فمالي هي بؤرة التهديدات الأمنية في هذه المنطقة وهي القاطرة الجغرافية بين الدول الأعضاء فيها. وما لم تواجهه هذه الدول من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية وهي تمتلك إطار تنسيق لا يتصور أن تواجهه وهي تعمل مشتتة وبينها خلافات مستحكمة. برغبة فرنسية تشكلت مجموعة الدول الساحل الخمس سنة 2014، ضمت خمس دول هي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، من أجل تعزيز الروابط بين التنمية الاقتصادية والأمن ومحاربة تهديد المنظمات المسلحة في المنطقة. لكن المجموعة مرت بأزمات داخلية منذ أن غادر جيل التأسيس سدة الحكم، ودخلت أغلب الدول الأعضاء في دوامة الانقلابات والأزمات السياسية. تتعدد القراءات للخطوة المالية والتي من ضمنها احتمالية وقوف روسيا وراءها للدفع بمالي إلى مزيد من التصعيد مع القوى الغربية، وإن كان ذلك على حساب العديد من المصالح والتوازنات الإقليمية المعقدة. حمد حيد، قناة الغد، نواكشوط.